السلام عليكم مشاهدي تلفزيون السمنة الكرام، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة من سلسلة حلقات لقاء مع طبيب السمنة. ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك ومشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي في الروابط أسفل الفيديو والتي تظهر على الشاشة. في نهاية في هذه السلسلة سنناقش أهم المواضيع التي تخص جراحات السمنة وسنجيب على أسئلة كثيرة وردتنا من السادة المشاهدين. وهذه الحلقة تتناول موضوع هام جدا لكل المشاهدين وقد وردتنا أسئلة كثيرة عنه، وهو الاكتئاب بعد جراحات السمنة. ولكن في البداية نرحب بالأستاذ الدكتور والبروفيسور المشهور في العالم باسم الأب الروحي لجراحات السمنة وأنقاص الوزن. أهلا بك بروفيسور في أستوديو تلفزيون السمنة. أهلا بحضرتك وبمشاهدي تلفزيون السمنة الكرام. بروفيسور، جراحات السمنة لا تؤثر على المريض جسديا فقط، ولكن يمكن أن تؤدي إلى تغيرات عاطفية واجتماعية، وغالبا ما تختلف هذه التغيرات من شخص لآخر، حيث أنه بعد إجراء الجراحة لم يعد بوسعك استخدام الطعام كمتنفس لتخفيف التوتر أو كوسيلة للتعبير عن عواطفك، وبالتالي يجب أن تكون أكثر وعيا عن واقع الاكتئاب بعد الجراحة لكي تكون قادرا على التعرف على علامات وأعراض الاكتئاب في وقت مبكر لكي يتم مواجهته وعلاجه بسهولة. بروفيسور، ما هي علامات وأعراض الاكتئاب بعد جراحة السمنة؟ لا يحتاج تشخيص الشخص بالاكتئاب في وجود كل الأعراض التالية، ولكن يكفى وجود 5 منهم على الأقل مع استمرارهم لفترة أسبوعين كي يتم تشخيصه بذلك، ونستعرض معا تلك الأعراض كالتالي: 1- يسود مزاج الاكتئاب معظم ساعات النهار وتقريبا يوميا. 2- فقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي كنت تهتم بها في السابق. 3- الشعور بالتعب وفقدان الطاقة. 4- الشعور بالذنب أو عدم الأهمية. 5- حدوث تغييرات كبيرة في الشهية. 6- الانفعال الشديد. 7- فقدان القدرة على التركيز أو التردد. 8- الشعور المستمر بالنعاس أو الأرق. إذا بروفيسور، ما هو علاج الاكتئاب الذي يحدث بعد عمليات السمنة؟ الاكتئاب يحدث نتيجة العديد من التغييرات التي تحدث بعد الجراحة ومحاولة التكيف عليها، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها للتعامل مع هذه الحالة كالتالي: 1- العلاج النفسي. يعتبر العلاج النفسي أحد الوسائل الرائعة لتخفيف الاكتئاب، ولكن يفضل الحصول على طبيب نفس له خلفية عن علاجات البدانة وجراحاتها. 2- مجموعات للدعم. تعتبر مجموعات الدعم أحد الخيارات الرائعة، وخاصة في حالة التعامل مع بعض الشكوك التي يمكن مواجهتها بعد جراحة السمنة. 3- مضادات الاكتئاب. يمكن أن يصف الطبيب استخدام مضادات الاكتئاب جنبا إلى جنب مع العلاج النفسي ومجموعات الدعم، ويمكن أن يستغرق فترة استخدام مضادات الاكتئاب لمدة تصل إلى 3 أسابيع لكي تصبح فعالة تماما. بروفيسور، كيف نتجنب الاكتئاب بعد جراحة السمنة؟ ينصح بتطوير مهارات التأقلم الصحية لكي يتم التعامل مع الضغوطات التي تحدث في حياتك، ويجب البدء في استخدام هذه المهارات في وقت مبكر خلال الأشهر الأولى بعد إجراء الجراحة. يجب الحرص على تجنب إعطاء الطعام الأهمية الكبرى ومحاولة جعل تركيزك على الأنشطة الأخرى. عليك الحرص على الحصول على طاقة إيجابية للجسم والاهتمام بصحتك ووضعها في الاعتبار. عليك ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، حيث تساعدك على ضخ هرمون الأندورفين التي يساعدك على الشعور بالسعادة وتجنب مشاكل الاكتئاب. عليك مشاركة عائلتك في مشاكلك، حيث أن ذلك سيساعدك على تجنبها والحصول على دعم نفس منهم. شكرا لك بروفيسور، وشكرا لمشاهدينا الكرام مشاهدين ومتابعين تلفزيون السمنة. وإلي حلقة جديدة من سلسلة حلقات لقاء مع طبيب السمنة. تحياتي دكتور عاطف أحمد.